أعزائي طلبة وطالبات تانية ثانوية، أهلا وسهلا بكم في قناة مستر محسن، ومعنا بنكمل شرحنا لمنهج اللغة الإنجليزية لتانية ثانوي. ما تنسوش تعملوا لايك لو عجبكم الفيديو والاشتراك عشان يجيلكم كل ما هو جديد، وما تنسوش تزهق الجرس عشان يجيلكم كل ما هو جديد من قناة مستر محسن. معنا النهاردة الوحدة 7 الجزء الأول، الوحدة 17 سوري، الوحدة 17 الجزء الأول، الوحدة 17 تحت اسم الشاعر روديارد كيبلينج، روديارد كيبلين وقصيدته اف، روديارد كيبلين وقصيدته اف. يلا نبدأ مع بعض. بالأول بنستعرض خطة العمل الخاصة بالفيديو، هنشوف تقسيم الوحدة وكلمات الوحدة وملخص الوحدة في جمل، وفي النهاية بيكون تدريبات. تقسيم الوحدة 17 تحت اسم روديارد كيبلينج وقصيدته اف، يعني لو أو إذا. بتنقسم طبعا الوحدة إلى 2، فعندي كلمات والوحدة في جمل، وبناخد في القواعد اللي هي أدوات الربط، أدوات الربط، وهنعرف إيه هي بعض أدوات الربط اللي إحنا هناخدها. وأدوات الربط هنا بنتكلم على الجيرند بالذات، اللي هو زي الفعل بحط له اي ان جي اللي هو اسم الفاعل. الأول هنبدأ بكلمات الوحدة. كلمات الوحدة 17 grow up يعني ينضج أو يكبر، jungle أدغال، أدغال أو غابة، author يعني مؤلف، adults الكبار، teenager يعني مراهق، المراهق اللي هي فترة المراهقة اللي بتبدأ من تقريبا 13 14 سنة إلى 19 سنة، دي فترة المراهقة. poems يعني قصائد، India يعني الهند، بلد الهند طبعا كلنا نعرفها، develop يطور أو ينمي، editor يعني رئيس تحرير، local محلي، garden حديقة، successful ناجح، inspire يلهم، inspiration يعني إلهام، unforgiving يعني قاسي أو غير متسامح، seconds يعني ثواني، worth يعني يستحق، worthless لا يستحق، distance مسافة، achieve يعني يحقق، achievement إنجاز، weather is، exhausted يعني متعب، و exhausting بال ing يعني متعب. هنلاحظ ان هي الصفات اللي فيها ing دي بتعني الشيء الفاعل، يعني اقول على سبيل المثال exhausting يعني متعب او مهلك، لكن exhausted متعب او مهلك. زي interesting يعني شيق أو ممتع، لكن interested يعني مهتم أو متأثر بحاجة معينة. boring ممل، bored متضايق، notice يلاحظ، drop قطرة، key يعني مفتاح، amazed مندهش لكن amazing مدهش، لأن شلناها وحطينا ing لكن بالاي دي اسمها مندهش، lose يفقد، blame يلوم، trust يثق، doubt يعني شك، البي silent اسمها doubt يشك، allowance يعني تسامح أو إضافة، lie يعني يكذب، deal يتعامل، hate يكره، hatred يعني كراهية، give way to يسمح، wise حكيم، dream يحلم، master سيد، thoughts أفكار، aim هدف، triumph ينتصر أو انتصار، disaster كارثة. بس ليهم معاني أخرى في القصيدة، أما احنا عالجنا القصيدة هنشرحهم. treat يعني يتعامل، imposter نصاب أو محتال، bear يتحمل، twisted يتلولب أو يتلوى، truth حقيقة، نيف يعني محتال، trap مكيدة أو فخ، fool أحمق، stoop يعني يخضع أو يطأطئ رأسه يعني ينحني، worn out بالية أو عفى عليها الزمن، tools أدوات، crowd جمهور، virtue يعني فضيلة، common شائع، foes أعداء، forgiving غفور أو متسامح،
pretend يتظاهر consist of يتكون من verse يعني بيت شعري بيت شعري طبعا كلكم عارفينه ريم يعني قافية imaginative مبدع brave شجاع calm هادئ ideal يعني مثالي organized منظم sensible مدرك أو عاقل grow up يعني يكبر أو ينضج think of يفكر فيه hear of يسمع عن work for يعمل لحساب keep your head يعني احتفظ بهدوءه أو يحتفظ بأعصابه blame for يلوم على blame on يلقي باللوم على lose your head يعني تفقد أعصابك أو تفقد هدوءك deal and يعمل صفقة فيه deal with يتعامل مع give way to يسمح come on touch يكون ودود مع consist of يتكون من dream of يعني يحلم be find out about يكتشف عن lie to يعني يكذب على هنلاحظ ان الكلمات دي لما بتدخل في بعض الجمل بيتغير معناها بشكل بسيط لذلك احنا ترجمنا القصيدة للمعاني اللي هو يقصدها الشاعر نأتي الملخص الوحدة في جمل وقصيدة F لو زي ما تعودنا في قناة مستر محسن هنقرأ صفحة صفحة ونترجمها ونشرحها أول واحدة بنقول هي عبارة عن صفحتين القصيدة أول صفحة بنقول If you can keep your head when all about you are losing their and blaming in on you دي القافية في النهاية If you can trust yourself when all men doubt you but make allowance for their doubting too If you can wait and not be tired by waiting or being lied about don't deal in lies or being hated don't give way to hating and yet don't talk to good nor talk to wise if you can dream and not make dreams your master if you can think and not make thoughts your aim if you can meet with triumph and disaster and treat those two imposters just the same هنا الشاعر قرينا ده لانه هو ده شعر لازم اقراه بطريقه الالقاء فعندي بنتكلم على اول حاجه بيقول الشاعر لو انت قدرت تحتفظ باعصابك قدرت تحتفظ باعصابك في الوقت اللي الاخرين بيلوموك بيلوموك على احتفاظك باعصابك لو انت قدرت تثق في الاخرين وهم بيشككوا فيك وكمان تسامحهم على شكهم لو قدرت تنتظر والانتظار ما اتعبكش او تم الكذب عليك فما تعيش في الاكاذيب يعني ما تاخدش الاكاذيب سبيل ليك لان زي في ناس يقول لو حد كذب عليا انا لازم اكذب على الناس لازم يكون ليا شخصيتي المستقله or being hated don't give way to it لو الناس كرهتك فما تسيرش في طريق الكره ولو انا في الطريق ده فعلا ما ادعيش لا الحكمه ولا ادعيش الطيبه وده بنسميه النفاق اللي بيحصل بالشكل ده الترجمه بعدين الشرح لو قدرت تحلم واحلامك ما قدرتش تسيطر عليك لو قدرت تفكر وافكارك ما كانتش اهدافك لو قدرت تجمع او تتقبل السراء والضراء وتعاملت معاهم بنفس القدر يعني هنا الشاعر بيتكلم على الانسان ازاي يكون انسان فبيتكلم على تفاصيل معينة قد تكون صغيرة لكن هي مهمة جدا في انسانية الانسان ازاي نكون بني ادم نقي نظيف
فيهوش اي مشكلة او شائبة. فاذا الناس بيتعامل معايا بالخطأ، هو اللي يقصده الشاعر، اذا الناس بتتعامل معايا باللوم او العتاب او التشكيك او الكلام ده، لازم يكون عندي ثقتي في نفسي، ويكون عندي برضو ثقتي في الناس مهما وصلت درجتهم لكده. ودايما لو انا ابتليت بالكذب او باشياء اخرى، ما اشوفش الناس زي كده واتعامل معاهم بالطريقة دي. يعني لو حد ضحك عليا، حد كذب عليا او الاشكال دي، ما يغيرش المفروض من شخصيتي واكون على فطرتي. لو انا قبلت السراء والضراء، او بنقول النصر والهزيمة او الكارثة والإحسان، الأشياء دول لو قدرت أجمع بينهم وتعاملت معهم بطريقة معينة، يعني على سبيل المثال إذا اكتسبت وظيفة جديدة وكسبت أموال كتيرة، لازم أتعامل بنفس القدر لو خسرت أموال كتيرة وخسرت وظيفة أو خسرت امتحان أو الأشياء دي. ده فعلا هيخليني أتعامل بشكل أفضل كإنسان. نأتي للصفحة التانية هنقراها. If you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken, and stop and build them up with warming tools, if you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings, nor lose a common touch, if neither fools nor loving friends can hurt you, if all men count on you, but none too much, if you can feel the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you will be a man, my son. بيقول الشاعر لو استطعت ان تتحمل سماع الحقيقة اللي انت بتقولها واللي بيحولها ان الصابون لفخ يوقعون به الحمقى، او تشاهد الاشياء اللي سخرت حياتك ليها وتكون مكسور ومطقطق الرأس وانت تبنيها بأدوات قد عفى عليها الزمن، لو تستطيع ان تتحدث الى الجماهير وتحتفظ بفضيلتك، لو تسير في ركب الملوك ولا تفقد ودك للناس، لو ما يستطع اعدائك واصدقائك المقربون ايذائك، لو اعتمد جميع الناس عليك وليس كثيرا، لو أنك استبدلت كل دقيقة قاسية بستين ثانية، لأن الدقيقة 60 ثانية من الركض لمسافة، ستكون أنت الأرض ومن عليها ستكون إنسان يا بني. هنا الشاعر زي ما قلنا في الجزء الأول، هو بيتكلم بشكل كامل عن إزاي الإنسان يصبح إنسان، وفند الأكاذيب والأشياء اللي الناس بتسوقها على إنها إزاي بتتحول لناس غير سوية أو غير كويسة، أو بتعمل مشاكل أو تنصب على الناس أو تضرب ده أو تشك في ده أو الكلام ده كله. فهو في الصفحة التانية بيتكلم على إن أنا لازم أتعامل الناس بالطريقة اللي أحب الناس يعاملوني بيها، وما حورش الكلام، ودايماً حتى لو خسرت كل حاجة في حياتي أنا سخرت نفسي ليها، لازم أبنيها تانية حتى لو بأدوات عفى عليها الزمن وانتهت. يعني على سبيل المثال إن أنا بتعلم بطريقة قديمة، أو بحاول أتعلم بطريقة قديمة، الناس بتقول الدنيا بتتغير والأشياء بتتغير، لكن في ثوابت اللي بيتكلم عليها الشاعر ده لازم يكون الإنسان عليها. ومنها إذا تحدثت للجماهير أو تحدثت للناس وكنت راجل على سبيل المثال سياسي بتحدث بالناس، لازم أحتفظ بالفضيلة، ما كنش أكذب عليهم عشان أكسب أصواتهم سواء في الانتخابات أو أكسب ودهم أو الأشياء ده. لو مشيت في ركب الملوك، يعني أصبحت جزء من حاشية الملك أو بقيت ملك، واحتفظت بودي للناس،
ولو ما أثرش فيا إيذاء أصدقائي وأعدائي على نفس القدر، بالفعل لازم أستبدل كل دقيقة من حياتي القاسية وحياتي البائسة إلى 60 ثانية. هو استبدل هنا الكلمة من دقيقة لستين ثانية عشان تغير المعنى، تغير إدراكي للشيء اللي أنا فيه، واستبدلته بالركض. الركض يعني بمعنى أن أنا أمارس رياضة أو أفكر بشكل إيجابي أكتر، هكون أنا الأرض ومن عليها، سأكون إنسان حقيقي ذو فطرة طبيعية. وبكده بننتهي من الجزء الخاص بالوحدة في جمل، وبننتقل للتدريب. القصيدة فعلا قصيدة جيدة وفيها الكثير من المعاني والمفردات، لازم نتعامل معها بالشكل ده، من هو يديني أقدر استفاد معلومة وفي نفس الوقت استفاد بيه في حياتي. التدريب exercise عندنا 14 نقطة للاختيار، حلت لكم منهم 7 وانتوا بتحلوا الباقي تختبروا مدى فهمكم لكلمات الوحدة. Number 1: The Jungle Book is a story about a boy who grows up in the jungle. Who grows up in the jungle يعني اللي نشأ في الغابة أو كبر في الغابة. Number 2: The Jungle Book is a really good story. ليه أنا استخدمت a really good story؟ ما استخدمتش really a good story أو a good really أو الأشياء دي. أنا استخدمتها لسبب، لأن هنا عندي فعل verb to be ما ينفعش استخدم مع ظرف بيوصفه، فالظرف هنا بيوصف الصفة، لذلك إذا كان الظرف بيصف الصفة لازم أحطه قبل الصفة، إذا كان بيصف الفعل بحطه بعد الفعل، لذلك أنا قلت a really good. Number 3: The Jungle Book was written by an English writer is called Rudyard Kipling. Is called Rudyard Kipling يعني يسمى Rudyard Kipling. Number 4: I liked the film so much that I decided to read book about the author. هنا استخدمت so لأنه بستخدم so with much with that وبيديني النتيجة بتاعتها. Number 5: He wrote children's books for kids and poems. Books for kids مش babies أو toddlers أو adults. Number 6. Sorry, هنا بنستخدمش kids، بنستخدم adults لأن kids هي معناها children. Number 16: Would you prefer to live in a big city or to live in the countryside? The countryside يعني الريف. Number 7: The family decided to return to England. لأن بعد decided بيجي الفعل في المصدر، ما ينفعش يجي الفعل وراء ing. من 8 إلى 14 بتحلوها لوحدكم، أنا بقرح لكم دلوقتي. Number 8: بقول life in the desert can be very forgiving and forgiving. Forgiveness or forgiven. It is often extremely hot and dry. Number 9: Each year the teacher puts a year's value, useful, worth, view of paper in the classroom cupboard. Number 10: We all wanted to climb a mountain after the mountaineers talk. It is very inspiring, motivation modified. Number 11: I don't think that I will finish watching this film. It is very interesting, amazing, fantastic, fascinating, or boring. Number 12: Young men often takes a lot of inspiration, conspiracy. Number 13: Fatima is very forgiving. Forbid person. She is never unhappy with people for very long. Number 14: This man is boring.
So I can't peer, beer, beat, beer any longer. ننتقل للجزء الخاص بإيجاد الخطأ وتصويبه. عندنا 12 نقطة، نحلت لكم 6 نقط منها وبتحلوا الباقي لوحدكم زي ما تعودنا دايما، إن باللون الأحمر هو الكلمة الأساسية وتصحيحها بيكون باللون الأخضر. Number one, you become an adult. أصبحت شخص كبير. You have grown down quickly. Down خطأ، استخدمنا growing up. Number two, I thought today's lesson was inspired. I really want to find out more. هنا lesson inspiring منش inspired. Inspired يعني ملهم، لكن inspiring يعني ملهم. Number three, it was very difficult to climb the mountains. We felt exhausting when we returned home. Felt طبعا exhausted مش exhausting. Exhausted لأن احنا منهكين مش منهكين. Number four, when the mouse saw the cat, it came so frightened of the cat. Frightened طبعا خطأ، لأن هو مش اللي أرعب القطة، لا القطة هي اللي أرعبته، يبقى frightened. Number five, stories about scientists and inventors should conspire our children, our students. اسمها should inspire يعني تلهم. Conspire خطأ. Number six. Live life in the desert is very forgiving because of the hot weather and lack of water. طبعا هنستخدم unforgiving، لأن forgiving يعني متسامح أو غفور، لكن unforgiving قاسية. من 7 ل 12 بتحلوها لوحدكم ونهارها لكم دلوقتي. Number 7, I think this book is worthless, so I will keep it. Number 8, the book is too long. If you can bear to read it until the end, you will find it interesting. Number 9, my shoes have become worn out, so I should buy another pair. Number 10, my friend is too weak to carry this heavy box on his own. Number 11, although he is rich, he pretends to that he is in bad need of money. He is an ancestor. Number 12, I will do an allowance for you because you are a polite person. وبكده ننتهي من الفيديو. نتذكركم دايما ان نجاحكم بيكون بيديكم، يكون عندنا التزام وعزيمة وإرادة وتنظيم وإصرار وثقة بالنفس، والنجاح دايما والتعليم دايما هو متعة مش ضغط عصبي ونفسي. ما تحسوش نفسكم بالضغط وحاولوا تتعلموا وتستفيدوا منها وهتنفعكم في حياتكم كتير. وشكرا لكم على حسن استماعكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا على الجرس عشان يوصلكم كل ما هو جديد. شكرا لكم في فيديوهات جديدة.